أكثر من 20 مصابا في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية. الجيش العراقي يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة لداعش الإرهابي في محافظة كركوك. أكثر من 83 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. الثالثة عصراً، الواحدة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلاً بكم، والبداية مع زميلتي إيمان الحويزي. أهلاً بك إيمان. أهلاً بك نوها، شكراً لك. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام. ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن سيارة مفخخة انفجرت بمدينة رأس العين السورية، وأشارت الوكالة إلى إصابة 20 شخصاً جراء الانفجار، مضيفة أن مطلوباً أمنياً نفذ عملية التفجير. حملت دمشق الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة فرض العقوبات والتي تحرمهم من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة. وقال مصدر مسؤول بالخارجية السورية أن دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأمريكية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص. أعلنت وكالة الأنباء السورية مقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في هجمات نفذها مسلحون مجهولون على آلياتهم وتحركاتهم. وذكرت الوكالة أن الهجمات وقعت في أرياف دير الزور والرقة والحسكة. أفاد مصدر أمني عراقي بقيام طيران الجيش بعملية عسكرية اليوم في محافظة كركوك، وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن قتل عنصرين في تنظيم داعش في المحافظة بعد أن استهدف طيران الجيش مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة أبو عقارب قرب ناحية الرشاد. قتل 5 نساء وأصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في قصف استهدف قاعة للأفراح جنوب مدينة الحديدة اليمنية. هذا وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة أن قوات الحوثي أطلقت 4 قذائف هاون على مواقع عسكرية في قطاع مطار الحديدة، سقطت إحداها على قاعة أفراح بالمدينة. عامان مر على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا. حققت خلالها المبادرة نجاحات غير مسبوقة ليتوج العام الماضي بإطلاق الرئيس للمرحلة الثانية من المبادرة في 20 محافظة. جاء إطلاق مبادرة حياة كريمة في 2 يناير 2019 إيمانا من الرئيس السيسي بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا إن احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق، يعني هي الأكثر زي ما قالوا كده، هي الأكثر فقراً على الإطلاق في بلدنا مصر، ونغيرها تماماً. نغيرها تماماً يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا كده ال 277 قرية دول، لا احنا بنتكلم على ان ما يبقاش في بيت نسيبه، ما يبقاش في طريق نسيبه، ما يبقاش في صرف صحي ولا مية شرب لما ندخلها. سعت المبادرة الرئاسية على مدار الشهور الماضية إلى تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها. تنوعت الخدمات التي قدمتها المبادرة بين الارتقاء بالبنية التحتية للقرى وتوفير سكن كريم للمواطنين وإتاحة خدمات صحية وتعليمية لهم.
فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج. استهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى 143 قرية في 11 محافظة بإجمالي استثمارات تنموية تقدر ب3,950,000,000 جنيه، واستفاد منها 1,800,000 مواطن. واستكمالاً لقصة النجاح التي حققتها المبادرة، أطلق الرئيس السيسي في 27 ديسمبر الماضي المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تستهدف 50 مركزاً على مستوى الجمهورية بإجمالي 1,381 قرية قابلة للزيادة في 20 محافظة. تابعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما الاستعدادات لعقد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 وحتى 6 يناير الجاري. وقالت وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات خاصة لأكسترا نيوز إن أكثر من 20 شركة ستشارك في فعاليات المعرض. المعرض ده طبعا زي ما انت نوهت في البداية هو أول معرض هيقام في بداية هذا العام، وإن احنا أتمنى إن شاء الله إنه يكون عام كله عمل وكله رخاء ويمر يكون الأمور فيه أفضل كثيرا من عام 2020. احنا المعرض ده معمول لتكنولوجيا إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة. طبعا المقصود بالطاقة النظيفة ان احنا بنقصد الغاز والكهرباء، ولكن احنا المرحلة الاولى هيتم التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. احنا معانا اكتر من 20 شركة مشاركة، معانا الكثير من الوزارات والهيئات، كلنا اتحدنا أو اجتمعنا على أن احنا نوضح أهمية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي للسيارات، بالإضافة أن الشركات المشاركة معانا هتعرض نماذج للسيارات التي يتم العمل بالغاز الطبيعي فيها، في عربيات محولة وفي عربيات تصنيعها اوريدي هي بتشتغل بالغاز الطبيعي، بالإضافة للتنسيق الكامل مع وزارة البترول ومشاركة شركة كار جاز وغستك، علشان برضو ان هم يردوا على الأسئلة الفنية اللي ممكن اي مواطن انه يحب يسأل عليها ومدى تأثيرها على موتور السيارة. بالعكس كلها إجراءات إيجابية، الغرض منها إن احنا بنحول المفهوم كله للتحول للعمل بالطاقة النظيفة، بالإضافة لاقتصاديات التشغيل اللي بتعود على صاحب السيارة من استخدامه للغاز الطبيعي، مقدار الوفر تقريبا بيصل ل50% لاستخدام الوقود. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرة إلى وجود تسهيلات في إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
احنا الموضوع ان احنا نشتغل بالطاقة النظيفة ونتحول للعمل بالغاز، دي كانت توجيهات من فخامة الرئيس، كان حرصه الدائم ان احنا نحاول نشتغل، وخاصة سواء عربيات جديدة او عربيات متقدمة تتحول للعمل بالغاز الطبيعي. قسمنا السيارات، لدينا عربيات حديثة ولدينا عربيات متقدمة. العربيات الحديثة وترغب في التحويل ممكن تحول جدا العمل بالغاز الطبيعي من خلال قار جاز وغسيك بقروض ميسرة جدا بيتم اتحادها من جهاز تنمية المشروعات. صاحب هذه السيارة اللي يرغب في التحويل بيتقدم للشركة بتقوم بالتحويل، كل اللي بتطلبه رخصة العربية وبطاقة الرقم القومي. وعلى الجانب الآخر لمن تقدم عربيته اللي هي أكتر من 20 سنة وهيعمل لها إحلال كامل، معنا زي ما نوهت أكتر من شركة، معانا موديلات سيارات واصلين فيهم لأفضل الأسعار، بحيث أنه هو هيسلم عربيته يتم تخريدها وهنعتبرها مقدم لبرنامج تمويلي تم التنسيق معي مع البنوك في البنك المركزي. وعلى الجانب الآخر يتم التقسيط بحد أقصى 10 سنوات، ودي برنامج تمويلي يعني لم يسبق له قبل كده أن احنا عملنا 10 سنوات وسعر فايدة لا يتجاوز 3%. افتتح دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رعب بمعابد الكرنك في مدينة الأقصر. هذا وتضمنت المرحلة الانتهاء من ترميم 29 تمثالا بالمنطقة الجنوبية، كما تم إعطاء إشارة البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تتضمن ترميم باقي مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالا. هذا والتقى وزير السياحة والآثار بعدد من المجموعات السياحية. بدأت الأعداد الحمد لله تعود إلى الأقصر بالتدريج، بشكل أساسي سياحة قادمة من البحر الأحمر بيجوا يقضوا رحلة اليوم الواحد ويرجعوا. النهاردة حرصت أنا أقابل مجموعة من ضيوفنا الأجانب والمصريين، كلهم مبسوطين، كلهم بيقولوا إن ده أحلى مكان نبدأ فيه سنة جديدة. مصر بالمناخ الجميل بتاعها، بشواطئها الجميلة، بالأثار الجميلة. على هامش الزيارة كمان حرصت أنا أشوف نهاية ترميم 29 كبش لم يرمموا من 1970، بقالهم 50 سنة كانت حالتهم سيئة جدا. زميلاتي وزملائي في المجلس الأعلى للآثار انتهوا منهم النهاردة من ترميمهم بطريقة رائعة، وأصبحوا النهاردة آمنين لمئات السنين إن شاء الله. إحنا عندنا 12 مقبرة مفتوحة للزيارة في وادي الملوك. السائح أو الزائر بيزور 3 مقابر، فعشان نحافظ على مقابرنا بنعمل إيه؟ بنفتتح بعض المقابر وبنغلق البعض، بنفتتح البعض وبنعمل حاجه بنسمى روتيشن داخل وادي الملوك للحفاظ عليها. بنستغل فتره الاغلاق ان احنا بنعمل ترميم دقيق، ترميم معماري، احلال وتجديد في شبكه الاضاءه، تقويه للنقوش والالوان، ودي حاجه مهمه جدا عشان نقدر نحافظ على مقابرنا بجوده نقوشها والوانها زي ما سابها لنا المصري القديم من الاف السنين، نقدر نحافظ عليها كمان الى مئات أو آلاف السنين لفترة قادمة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة، وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة البترول والتي نفت وجود أي نقص في الكميات المعروضة، موضحة أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة لأسطوانة البوتاجاز المنزلية هو 65 جنيها ولم يطرأ عليه أي تغيير. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم طرح نحو 1,200,000 أسطوانة بوتاجاز يوميا للمواطنين، مشددة على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. أكدت دار الإفتاء أهمية زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات. هذا وأوضحت دار الإفتاء أن ملف التعاون الرقمي سيكون محوراً للمؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المرتقب هذا العام. تقدري تقولي لي أخوك ومراته عملوا إيه ضد تقاليد العيلة المحافظة عشان تقفل الباب بالترباس وتعملي له فضيحة في العمارة كلها؟ لازم تفهموا إن مجدي له في الشقة دي قدكم انتوا الاثنين. برضو الإنسان إنسان، هو أصل الحضارة. الخير
هو الأصل فيه، والشر هو اللي دخيل عليه. الفلوس ولا حياتك؟ دي بكمل دي يا حسين، الفلوس لازمان علشان اعيش. تطلع مين انت يعني علشان تعيش بثلاث اربع مليون جنيه؟ ابراهيم الطيب. جوزي ايه اللي اطلب منه اللي بيدور لي في ملفات المجرمين وقتلين القتله؟ انا عايزه ادور في ملفات الستات اللي كان بيعرفه. وايش دراكي دي كانت حبيبه القلب، يمكن قلبه يحن تاني. اللي خطف ابني بيفكر بخبز، بيفكر كويس قوي. انا اصلي كنت جاي علشان اخدم ورق ولادي، كنت عايز انقلهم المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. لما سكت المساله وصلت لغايه قطع الرقبه، فتفضلوا اطلبوا اللي انتوا عايزينه، انا تحت امركم. الحقد اللي جواكم لا يمكن يغير نظام الكون. حقد ايه وكون ايه؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه. انا عمري ما طمعت في حاجه مش بتاعتي، وعمري ما خدت حاجه منكم، لا بالرضا ولا حتى بالعدل. مشكلتك انت وامثالك ان تيجي عليهم لحظات بيتصوروا انهم حاجه. عارف يا ابو المعاطي، انا كسبت فلوس كتير جدا لكن صرفت اكتر، لكن ممكن ادبر قرشين اعمل بيهم مشروع زي بتاعك. وماله؟ نشوف لك حته ارض جنبنا. لا انا عايز ادخل معاك شريكه في المشروع هنا. لو عايزيني امشي شنطتي جاهزه، لو عايزيني استنى انا هستنى، بس لازم يبقى بموافقتكم ورضاكم عليا. الست دي طيبه وحنينه، بلاش تظلموها، انا معاها بخير وكويسه زي ما كنت معاكم بالظبط. ايه اللي خلاك غيرت رايك؟ اقتنعت انك صح. كل واحد يرقص بطريقته. طارق اتجوز بنتك انت؟ طارق كان بيحبها، هي بتحبه. انا عايز اشوف العقد ده دلوقتي حالا. انا مش كذاب، هي العقود عندكم ورقه بس، العقد ما بيعملش الحقيقه، العقد بيثبتها بس. كلمه انا بحبك عقد. لا أتعالى على الإطلاق على الجمهور اللي بيسمعني، هي أعمالي وجدت صدى طيب عند الناس دي، أنا واخدها منهم وأعدت صياغتها في شكل يحبوه، فوصلت وبلغة هم قادرين على استيعابها. شيعت بعد ظهر اليوم جنازة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 77 عاما. ويذكر أن وحيد حامد من مواليد 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية، والتي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام طائر الليل الحزين وغريب في بيتي والبريء، الراقصة والسياسي، الغول، الهلفوت، الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، والسوق المتعة، ومسلسلات البشاير والعائلة والدم والنار وأوان الورد والجماعة. هذا ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي غيبه الموت فجر اليوم عن عمر نهز 77 عاما. وتتوجه الشركة المتحدة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 83 مليون و730 ألف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم. ونوه الإحصاء بتجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بدول العالم 1,800,000 وفاة. قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 700 حالة وفاة، وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 1,437,000 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 126,000 حالة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلاً عن 462 حالة وفاة، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 7,700,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 195,000 حالة. سجلت روسيا 26,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى 3,212,637 إصابة. وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا أنه تم تسجيل 447 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات بذلك إلى 58,000 وحالتين. سجلت ألمانيا أكثر من 12,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 336 حالة وفاة، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1,755,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 339,000 حالة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أكثر من 19,000 إصابة بفيروس كورونا فضلاً عن 133 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ووصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 2,639,000 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 64,000 حالة. عبر الهاتف من فرساي دكتور جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي. دكتور جيهان، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز في هذه الجولة. أبدأ مع حضرتك مباشرة من هذه الأعداد في الإصابات والوفيات والوضع بشكل عام لفيروس كورونا المستجد في فرنسا، هل من جديد وكيف تتعامل السلطات حتى الآن، وأيضا المسألة المتعلقة بالتطعيم؟ اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد ما زالت الاصابات متواجده وبكثره في فرنسا. الاعداد الحقيقه ارتفعت يمكن ارتفاع طفيفا الفتره الماضيه نتيجه الاعياد وايضا احدى الاحتفالات بعيد الكريسماس هنا بفرنسا. هذا ما ادى الحكومه الى ان تتخذ بعض الاجراءات الاضافيه الاحترازيه من حظر التجوال، فرض حظر التجوال من حاليا اصبح في 15 مقاطعة خاصة بفرنسا يمكن تشمل شمال وشرق فرنسا، أصبح حظر التجوال من الساعة 6 بدلا من الساعة 8 مساء إلى حتى الساعات الأولى من الصباح.
فطبعا هذا الإجراء يمكن هو لإحتواء بعض الشيء هذه المناطق التي اكتظت بأعداد الإصابات، وأيضا أصبحت الطواقم الطبية في وضع حرج. يمكن هذا الإجراء بقصد التخفيف بعض الشيء من الانتشار في الشارع الفرنسي أو الحد من الانتشار الإصابات بفيروس كورونا. طيب يمكن دكتور جيهان، هذه الإجراءات أو إجراء تحديدا حظر التجول هو إجراء سيفرض على أماكن بعينها في فرنسا ولم يشمل المدن الكبرى، يعني الأساس على أو المعايير في اختيار هذه الأماكن ارتفاع الإصابات بدرجة أكبر ولا عدم التزام المواطنين؟ يعني حيثيات هذه القرارات والمناطق التي سيطبق فيها؟ لا، هو الحقيقة هو يمكن لانتشار الفيروس فيها، ويمكن يعني الحقيقة اكتظت بعض هذه المناطق يعني الخاصة بالاحتفالات وأيضا بأعياد الكريسماس الفترة الماضية، فارتفعت الإصابات بشكل كبير بها، أصبحت في المنطقة الحمراء. يمكن هذا ما جعل الحكومة تفرض حظر التجوال أو تقلص حظر التجوال يمكن من الساعة 6 مساء بدلا من 8. يمكن هذا الإجراء هو احترازي، يطبق أيضا على بعض الأماكن الأخرى إذا اكتظت بالإصابات أو أصبح عدد الإصابات في تزايد وفي ارتفاع في بعض المناطق الأخرى من فرنسا. لكن لحد الآن أصبح 15 منطقة التي تفرض عليها حظر التجوال من الساعة 6 مساء. يمكن هذا يقدر على حسب أعداد الإصابات وأيضا على سعة وإمكانية الطواقم الطبية من استيعابها المرضى في الفترة الأخيرة. أخيرا دكتور جيهان، مدى استقبال الناس في فرنسا لهذه القرارات ومدى التزامهم، أو يعني توقعات حضرتك بمدى التزامهم قياسا طبعا بما حدث في الأيام الأخيرة من العام المنصرم والاحتفالات التي جرت، ومدى التزام الفرنسيين بالإجراءات؟ هو الحقيقة طبعا إلى حد ما الفرنسيين يحترمون كثيرا هذه القرارات والإجراءات الاحترازية. هناك وعي كبير جدا لدى المواطن الفرنسي، وإن كان يمكن بعض الفرنسيين أصابهم حالة من الغضب الشديد لكثرة هذه الإجراءات، لكن ليس هناك اختيار آخر من أن يحترم هذه الإجراءات الاحترازية، وذلك خوفا على سلامتهم وخوفا على يعني حد من انتشار هذا الفيروس. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي. أكدت دراسة بريطانية حديثة أن الطفرة المتحورة من فيروس كورونا هي فعلا أكثر عدوى من الطفرات السابقة على النحو الذي كان يخشاه العلماء. وذكرت الدراسة أن المتغير الجديد الذي تم اكتشافه في بريطانيا مؤخرا أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى نحو 50%، واعتمدت الدراسة على عينات فحص تم أخذها من 86 ألف بريطانية. دعت نقابات التدريس البريطانية المدارس المغلقة في جميع أنحاء البلاد إلى مواصلة الإغلاق مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. يأتي ذلك بعد أن أكد وزير التعليم أن جميع مدارس لندن الابتدائية ستظل مغلقة الأسبوع المقبل بسبب كورونا. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة سيصبح إلزاميا في منطقة سيدني الكبرى بدءا من يوم غد الأحد. وأشارت الحكومة إلى أن خروقات للإجراء الجديد الذي يفرض ارتداء الكمامات في مراكز التسوق والمتاجر والمواصلات العامة وأماكن الترفيه العامة مثل المسارح والسينمات ودور العبادة وصالونات التجميل والحلاقة ستقابل بغرامة قيمتها 200 دولار استرليني أو أسترالي. أعلنت الحكومة اليونانية تمديد الإغلاق التام لمدة 10 أيام مع تفشي فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن التدابير الصارمة ستمتد حتى 10 من الشهر الجاري لأسباب احترازية. هذا وأشار إلى أن الهدف هو عدم تفاقم الوضع والتمكن من إعادة فتح المدارس، مضيفا أن الوضع الوبائي في البلاد سيجرى تقييمه مرة أخرى خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
أوصت السلطات الصحية في تايلاند بفرض إجراءات أكثر صرامة على الشركات وحركة الأفراد في 28 إقليماً يشمل العاصمة بانكوك مع ارتفاع معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وتشمل الإجراءات الجديدة تعليق عمل بعض الشركات والأنشطة التي تشهد كثافات عددية، مع توصية من يعملون في تلك الأقاليم بالعمل من المنازل وتجنب الخروج من مناطقهم لغير الضرورة. وكانت السلطات في بانكوك أمرت في وقت سابق بإغلاق المدارس لأسبوعين وبإغلاق مؤقت لدور الحضانة والصالات الرياضية. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة أنها سجلت 21 حالة بدون أعراض. في غضون ذلك قال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه لا يوجد دليل على أن سلالات جديدة أو سلالات الفيروس الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح سينوفارم الذي أجازته السلطات الصحية في البلاد للاستخدام العام، مضيفا أنه ليس هناك ما يدعو للذعر. بدأت السلطات الصينية حملة للتطعيم ضد كورونا لعمال الخدمات اللوجستية، وكانت الجهة المنظمة للصحة في الصين قد أعلنت في منتصف ديسمبر أن التطعيمات ضد فيروس كورونا قد بدأت للعاملين في مجال الرعاية الصحية والنقل ومراقبة الحدود والذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. قررت كوريا الجنوبية تمديد فرض القيود قيود التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا في العاصمة سول وضواحيها وفي أنحاء البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى يوم 17 من يناير الجاري. وبموجب الإجراءات تغلق المرافق عالية الخطورة مثل الملاهي الليلية والمنشآت الرياضية، ويطلب من متاجر التسوق متعددة الأقسام والمتاجر الكبرى ودور السينما ومقاهي الإنترنت والصالونات التجميل تعليق العمل بعد 9 مساء. وعلى الرغم من أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس تتراوح حول 1000 إصابة، فإن الحكومة تهدف إلى السيطرة على موجة تفشي الفيروس الشتوية. حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام 3 مقاطعات أخرى الحكومة اليابانية على إعلان حالة الطوارئ، وذلك بعد عودة حالات الإصابة بكورونا للزيادة. ويأتي هذا بينما قال وزير الاقتصاد ياشوتسي نيشيمورا إن الحكومة تحتاج إلى الاستماع إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان حالة الطوارئ. أكدت الحكومة الهندية أنها وافقت على استخدام الطارئ للقاح أنتجته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كانت الهند قد اختبرت نظام توصيل لقاح كورونا من خلال تجربة على مستوى البلاد، حيث تستعد لإطلاق برنامج تلقيح للقضاء على جائحة كورونا. إذا أشارت وزارة الصحة الهندية إلى أن التجربة شملت إدخال البيانات إلى منصة على الإنترنت لمراقبة توصيل اللقاح، إلى جانب اختبار التخزين في درجات حرارة منخفضة وترتيبات النقل للقاح. سجلت إيران اليوم أدنى معدل وفيات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 100 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى تسجيل 6045 حالة إصابة جديدة بالفيروس. سجلت الإمارات 1963 إصابة بفيروس كورونا لتواصل لليوم الرابع على التوالي تسجيل أرقام قياسية في حالات العدوى منذ بدء تفشي الجائحة. وترفع الحالات الجديدة التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية العدد الإجمالي للإصابات في الإمارات إلى 211641 حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 674 وفاة. رفعت لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني مقترحا إلى سلطات الدولة المختصة بضرورة اتخاذ قرار بإغلاق البلاد لمدة 3 أسابيع، وذلك للحد من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا الذي يشهده لبنان.
وذكرت لجنة الصحة النيابية أن الإصابات بوباء كورونا في لبنان بلغت أرقاما غير مسبوقة على نحو يشير لوضع كارثي، في ضوء أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات أصبحت تزيد على 95% في عموم البلاد. وأوضحت اللجنة أن الإغلاق يمثل ضرورة، وأن القطاع الصحي اللبناني أصيب بالإنهاك الشديد في التعامل مع أزمة وباء كورونا في ظل نسبة الإشغال المرتفعة للمصابين بالفيروس في كافة المستشفيات. عاوز أقول الحمد لله مراراً وتكراراً. أنا بشكر حضراتكم جداً عشان أنتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير جداً من الإخلاص والتفاني. يا جماعة أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين، وبتمنى للكل التوفيق والنجاح والتألق، وتفضل مصر منورة بالفن وبالسينما الجميلة. أشكرك. نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي غيبه الموت فجر اليوم عن عمر ناهز 77 عاما. وتتوجه الشركة المتحدة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته. انضم مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مجلس النواب لإلغاء حق النقد الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون الدفاع البالغ قيمته 741 مليار دولار، وذلك في أول مرة من قبل المشرعين منذ تولي ترامب منصبه قبل نحو 4 سنوات. وصوت لصالح القانون 81 عضوا مقابل اعتراض 13، محققا أغلبية الثلثين المطلوبة للتغلب على حق النقد. هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره إلى المشاركة في المظاهرة التي ستخرج الأربعاء المقبل ضد نتائج الانتخابات الرئاسية. وجاءت هذه الدعوة ردا على الجلسة التي سيعقدها الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات. يأتي هذا بينما ذكرت قناة CNN الإخبارية أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين قد تحاول الطعن على نتائج الانتخابات خلال الجلسة. بأغلبية ساحقة صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تجاوز حق النقد الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون الدفاع البالغ قيمته 740 مليار دولار، موجها صفعة هي الأولى من نوعها إلى ترامب قبل أيام من مغادرته منصبه. العديد من كبار الجمهوريين بما في ذلك زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل صوتوا لصالح القانون الذي وافق عليه 81 عضوا مقابل اعتراض 13 خلال جلسة طارئة. وكعادته انتقل ترامب إلى تويتر بعد فترة وجيزة من التصويت للتعبير عن غضبه من عدم رغبة المشرعين الجمهوريين في تلبية مطالبه، معتبرا أن مجلس الشيوخ أضاع فرصة للتخلص من المادة 230 بالقانون والتي أكد أنها تمنح قوة غير محدودة لشركات التكنولوجيا الكبرى. تصويت مجلس الشيوخ يضمن أن التشريع سيتم تفعيله ليصبح قانونا على الرغم من اعتراضات ترامب، بما في ذلك البند الذي يطالب فيه البنتاغون بسحب الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية الأمريكية. كما يتخذ مشروع القانون خطوات لإبطاء أو منع الانسحاب المخطط له من جانب ترامب للقوات الأمريكية من ألمانيا وأفغانستان، وسيصعب على الرئيس نشر أفراد عسكريين على الحدود الجنوبية.
اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري مع اتساع رقعة الخلاف بينه وبين قيادات الحزب. وفي تغريدة له عبر تويتر أشار بولتون إلى أن ترامب اختار سبيل الهجوم على الجمهوريين ردا على عدم خضوعهم له وإقرار مشروع قانون موازنة الدفاع رغم اعتراضاته الشديدة عليه. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة وصلت إلى مفترق طرق جديد، لكنه أوضح أنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح في أعقاب فترة صعوبة غير مسبوقة. وكان من المتوقع على نحو كبير أن يؤدي انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصاعد التوتر على مدى 4 سنوات في ظل إدارة دونالد ترامب. لكن بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير استمر في توجيه الانتقادات إلى الصين بسبب انتهاكاتها المتعلقة بالتجارة وغيرها من القضايا. بعد نصف قرن من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي خرجت بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي، ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذلك باللحظة الرائعة، مؤكدا أن بلاده ستكون سخية ومنفتحة أو منفتحة على الخارج. أتمت بريطانيا مع وداع العام المنصرم خروجها الكامل من فلك الاتحاد الأوروبي، وأدارت ظهرها لعلاقة عاصفة استمرت 48 عاماً مع المشروع الأوروبي، متجهة إلى مستقبل غامض في أكبر تحول جيوسياسي تشهده منذ ذهاب الإمبراطورية. حدث الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والمعروف باسم بريكزيت عندما دقت الساعة معلنة انتصاف الليل في بروكسل، لتنتهي معها عضوية بريطانيا المؤقتة التي استمرت 11 شهراً بعد انسحابها رسمياً من الاتحاد في 31 يناير 2020. وعلى مدى 5 أعوام هيمنت تقلبات أزمة بريكزيت المحمومة على الشؤون الأوروبية وأرقت أسواق الجنيه الاسترليني وهزت سمعة بريطانيا كأحد الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها الاستقرار الغربي اقتصادياً وسياسياً. وبعد سنوات من الجدل حول بريكزيت مر واحد من أهم الأحداث في تاريخ أوروبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 دون كثير من الجلبة، حيث خرجت المملكة المتحدة وسط صمت يغلف العالم بسبب أزمة كوفيد-19. وصور مؤيد البريكزيت الحدث على أنه فجر جديد لبريطانيا عالمية، كأنما نالت استقلالها لكنه أضعف الروابط التي تجمع إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية في اقتصاد واحد حجمه 3 تريليونات دولار. ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي كان عنوانا لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي خرج في رسالته بمناسبة العام الجديد ليصف إتمام بريكزيت باللحظة الفارقة ونوال بريطانيا الحرية، إلا أنه لم يذهب في الحديث عن تفاصيل ما يريد بناءه من خلال الاستقلال الجديد ليلف الغموض مستقبل عاصمة الضباب. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فردو قريبا. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن إن طهران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وذلك في منشأة فردو قريبا، مضيفا أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر. يشار إلى أن البرلمان الإيراني صدق مطلع الشهر الجاري بالإجماع على قرار رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وبما قيمته 120 كيلوغراما ما يسهم في تسريع وتيرة التخصيب. قتل 4 حراس أمنيين إثر هجوم على منطقة عملهم بمنطقة باتيكوت التابعة لولاية نانغهار شرقي أفغانستان. وقالت حكومة الولاية إن عناصر طالبان شنوا الهجوم، مشيرا إلى أن اشتباكا وقع عقب الهجوم وأدى إلى مقتل 8 من عناصر طالبان وإصابة 6 آخرين بجروح.
أفادت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في النيجر والتي أعلنتها المفوضية الانتخابية أن مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم سيواجه الرئيس السابق مهمان عثمان في جولة إعادة في فبراير. هذا وتقدم بازوم في الجولة الأولى وحصل على 39.33% في المئة من الأصوات، لكنه لم يحقق النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى وهي 50%. والآن إلى أخبار الاقتصاد. استعرض دكتور محمد معيط وزير المالية تقريرا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأشار معيط إلى أن هذه التدابير ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ومساندة القطاعات المتضررة. وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها، وذلك لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية. هذا وأشار إلى أن المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية. وأشار وزير المالية إلى أنه اعتباراً من يوليو القادم فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة الدواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء. أطلقت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثالث من الحملة الإعلامية بنبني لبكرة، والتي تستعرض في كل فيديو لمحات من مشروعات الوزارة ومساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة. وخلال الفيديو الثالث للحملة تمت الإشارة إلى قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء مصنع للنجيل الصناعي بمواصفات وجودة عالمية. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بأنه جاري الانتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة المنصورة الجديدة، وأضاف أن نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية أخرى في المشروع بلغت 77%، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها في نهاية يونيو المقبل. وأكد وزير الإسكان أنه جاري تنفيذ 4704 وحدات سكنية بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في نهاية مارس المقبل. وكشف عن أنه جاري تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 160 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت نسبة الإنجاز 78% بتكلفة 1.4 مليار جنيه. أجرى وزير النقل كامل الوزير للمرة الثانية خلال أسبوع جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلومترات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري. وبدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد وحتى المريوطية، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيبة العلوية على النيل وتطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد. كما تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع إسكندرية الزراعية، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعية وحتى نفق سعد الدين الشاذلي.
وأكد الوزير ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري. الآن وقفة مع أخبار الرياضة. أكدت وزارة الشباب والرياضة أن لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد بمصر نفذت التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. نفذت اللجنة التدريبية النهائية بالصالة الرئيسية وسط إجراءات احترازية مكثفة. يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير بصالات استاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب بالإسكندرية. يلتقي فريق الزمالك مع مضيفي انبي اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، وتمكن الزمالك من جمع 7 نقاط بعد أول 3 جولات قضاها بالمسابقة عقب الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد والتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله والفوز على سموحة بهدفين دون رد. ويلتقي فريق الإسماعيلي مع مضيفي مصر مقص الأحد في الجولة 7 من الدوري الممتاز. كان الإسماعيلي حقق أول انتصار له هذا الموسم أمام أسوان بهدفين دون رد في الجولة الماضية ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط بينما يمتلك مصر مقص 4 نقاط. يحل فريق أرسنال ضيفا على ويست بروميتش اليوم في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، ويسعى أرسنال لمواصلة انتصاراته في الدوري لتعديل موقعه في جدول ترتيب المسابقة بالإضافة إلى المنافسة على اللقب، وذلك عقب تغلبه على تشيلسي وبرايتون في آخر لقاءين له بالدوري. مشاهدينا إلى نهاية النشرة، حيث لم يتبقى سوى تذكير لأهم ما جاء بها من أخبار. أكثر من 20 مصابا في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية. الجيش العراقي يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة لداعش الإرهابي في كركوك. أكثر من 83 مليون إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم. في الختام نحيط علم السادة المشاهدين أن التردد إكسترا نيوز الجديد 11785 معدل الترميز 27500 معامل استقطاب رأسي. قدمنا لكم النشرة نهى درويش وأنا إيمان الحويزي، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.